أرحب في هذه التغطية بالسيد بسام زكارني رئيس نقابة الوظيفة العمومية. مش لعب البلد إنه يجي يفكر يسكر ويضغط، ضغطوا بكل الوقت، وقف العمل، عمل النقابة مستمر وصوتنا مرتفع. مطلوب منكم تشويه هذه الحكومة والعمل ضد هذه الحكومة لفترة. كله يا سيادة الرئيس حكومتك عاجزة، 9 سنين على بطننا دمروا الاقتصاد الشعب الفلسطيني. ممنوع تدخل المقاطعة انت الآن؟ شو رأيك أعرفك على ستي آمنة وأمي؟ يعني ما دام إنه فعلا كان محمد دحلان لسنوات طويلة جدا موجود هون، ما كان حدا يحكي عن محمد دحلان. شخص متهم بالقتل 11 شخص بالاسم ومعترف عليهم أمام لجنة التحقيق وبالخيانة العظمى وأموال، لأنه هو طلع كان معه 200 دولار أيام تونس بالزنوبة يمشي. لا مخطط لنص يوم ولا لأسبوع، من أول هزة طلع ما فيش عنده خطط، هو حكومته، فإذا ستي بتخطط أحسن منه.